تخلينا نكتسبوا هاد الدهون سورتو الدهون تاع البطن. وكيما شوفوا كامل عندنا معلومات في هاد الكوتي ونصيب النساء يقولوا نقصي برك شويه الخبز، نقصي شويه سكر، نقصي هادو كامل ما يعني الغازوز، نقصي الغازوز وينقص الكرش. وهذه سي فري عندها يعني معلومه صحيحه، لكن واش يصرا فريمون داخل الجسم تاعنا؟ انا حابه نهضر على مصطلح نسمعوا به بزاف اللي هو الانسولين. هذا الانسولين نسمعوه يعني الناس الاصحاء اون جينيرال يديروا سبور، والناس اللي عندهم المرض السكري. حنا ما راحش نهضروا على الناس اللي عندهم مرض سكري، نهضروا على الناس يعني الاصحاء. وهاد الناس الاصحاء يعني عندهم يعني حاجه تصرا في الجسم تاعنا، يعانيوا من السمنه، اللي يعاني من السمنه ولا يعني في الحاله العاديه. حنا نهضروا على الحاله العاديه من قبل. يعني وشنو هو دور الانسولين في الجسم؟ دور الانسولين في الجسم هو تنظيم نسبه السكر في الدم. هذه حاجه عاديه، تقولي واش معناتها، واش دخلها في يعني في السمنه والدهون، الدهون تاع البطن. صح، دوك حنا كي ناكلوا بزاف الكربوهيدرات، الكربوهيدرات هي اللي يعني نسبه تعتبر يعني كيما لو ري، لي بات، الخبز، هادو كامل يعني ماشي مصادر الكربوهيدرات، مصادر الكربوهيدرات، وماشي يعني تكون فورسيمون مره في المعدل الطبيعي. او يدخل الكربوهيدرات للجسم ويتحلل في الجسم ويتحول الى جلوكوز، يتحول الى سكر، يتحول الى سكر. نسبه نو تستعمل لانتاج الطاقه، يعني اللي نستعملوها في الحياه تاعنا اليوميه كيما الرياضه، كيما يعني نرفدوا نحطوا، هذه حاجه عاديه. وكاين تانيك اون كورتي منو، ان كورتي منو باردون، يروح كوم ريزيرف، يتستوكا، يتخزن، تخزن. وهذه حاجه عاديه تاني. وقتاش تصرالنا السمنه؟ تصرالنا السمنه كي الانسان ياكل اكثر مش لازم من يعني ماشي غير كربوهيدرات، كل حاجه زايده، قدرت تكون بروتينات، قدرت تكون دهون، لكن هنا نهضروا على الكربوهيدرات. كي ناكلوا كميه زايده من الكربوهيدرات تحول الى سكريات، وهذيك السكريات كيما يصيب شويه يروح يتحولنا الى دهون. وافورس افورس الانسان ما ياكلش اكلات صحيه وياكل زياده مش لازم عليه، تماك يبدا تستوكا يعني في اليدين في الرجلين. وكل واحد كيفاش يعني، كاين بزاف اللي يجوا يقولوا لي كوتش كيفاش نحو الدهون تاع الكرش.